هذا الملف، لكن للاسف الشديد ما عندناش اي كلام تاني فيه. ايه السبب يا فندم؟ دعيني اصحح بعض المعطيات واضع بعض النقاط لنصل لنتائج منطقيه. اولا فيما يخص حوادث الطرق والاحصائيات، اقول لسيادتك ان جميع الاحصائيات الصادره عن الجهات الرسميه او الغير رسميه، محليه اقليميه دوليه عن مصر، خطا لا تصادف صحيح الواقع. ليه؟ كل الاحصائيات لابد ان اللي يضع الاحصاء يحط النقط الاول او المعطيات مظبوطه. لو يطلع على قانون المرور وفهم معطياته هيحط نقطه مظبوطه وهيصل الاحصائيات مظبوطه. يعني ايه؟ سيادتك دلوقتي كل دول العالم بتلزم ملاك المركبات بالتامين ضد حوادث الطرق، وبالتالي في اي دوله في العالم اول ما بيحصل حادث سواء فيه اصابه او قتل او دون اصابات بيثبت الحادث بمحضر عشان يصرف التعويض. الاخ المسؤول في مصر لا يقرا قانون المرور، قانون المرور المصري لا يلزم بالتامين ضد حوادث الطرق، لا يلزم، لا يلزم. وبالتالي البنك فقط لما تشتري مركبه جديده بالقسط يقول لك والنبي بعد اذنك اعمل لي تامين ضد حوادث الطرق عشان يضمن انه ياخد حقه. وبالتالي 80% على الاقل من المركبات ليست مؤمله ضد حوادث الطرق، فما بيحصل حادث في المرور لا يتم اثبات محضر رسمي ليه. اول ما الاطراف تبقى موجوده يقول لك انا هاخد ايه من المحضر؟ هتديني ايه؟ يا اما يتفاهموا من على ارض الواقع وينصرفوا، واما ييأسوا وينصرفوا دون تحرير المحضر اللازم. 80% من التصادمات، 80% من المركبات غير مؤمله، وبالتالي هناك اضعاف اضعاف ما تم اثباته في محاضر رسميه لم يثبت في محاضر. يعني قصد حضرتك الارقام مش صحيحه، مش صحيحه، واكبر، اكبر من تعدادها كمان، اكبر كمان. وبالتالي مراكز تحليل الاحصاء لما بتيجي تحلل هي ايضا خطا، لانه بينسب كل قتيل او مصاب الى عدد من المركبات، عدد الحوادث. فاذا كان عدد الحوادث اللي انت بتنسب اليه مش صحيح، لما تسالي الجهاز المركزي للاحصاء وتساليه وتقولي له مصادرك منين؟ يقول لك المحاضر المحرره. صح. طب والمحاضر الغير محرره؟ ايضا لما تيجي تحللي خطا بتقولي التكاليف خطا. ليه؟ النهارده انت بتحسب التكاليف او الاهدار اللي بيتم نتيجه حادث طرق. نتيجه ايه؟ بتحسب لي ما تكبدته شركات التامين من تعويضات وصرف هذه التعويضات. استاذ الفاضل انا بقول لك انا مش مامن، معنى كده ان انا مش هكلف اصلاح لمركبتي، هدفع من جيبي. سيادتك حسبت هذه التكاليف؟ ما يقدرش يحسبها، لانه بيحسب بس ما تكبدته شركات التامين، وبالتالي احصائياتك خطا لا تطابق صحيح الواقع. تحليلك خطا لانه التحليل مبني على تعداد حوادث الطرق. تكاليف اللي انت بتقولها مهدره خطا، لانك بتحسب تكاليف شركات التامين ولا تحسب ما تكبده الافراد الذين لا يقوموا بالتامين. يبقى كل مبدئيا كل تحاليلك كل احصائياتك لا تصادف صحيح الواقع. سواء محلي او دولي بياخد منين؟ ما هو بياخد من المحاضر المحرره او اللي صادر عليه. يعني قاعده البيانات عندنا كمان فيها مشكله كبيره، مش مظبوطه كلها بالكامل. طيب اتكلم على نقطه ثانيه. اتفضل. تملي يقول لك احنا من اولى دول العالم.